مباشرة عند المستمعة حياة أم محمد أمين من سلا ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا. ألو حياة. ألو السلام عليكم اختي سلا. وعليكم السلام ورحمة الله. صباحك مبروك. الله يبارك فيك، مرحبا بالمشاركة ديالك معنا اليوم حياة. الله يبارك فيك اختي سماء. نقول مستمعات حياة هي اللي مؤخرا كنت قدمت الاقتراح ديال طريقة تحضير الكنافة، لأنه اللي بعثت لي بها، وكنشكرك بزاف على تواصلك وعلى المشاركة ديالك. مرحبا سماء، الله يبارك فيك. الله نبداو بسكوي الوليدات. بسكوي فيه 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام سكر كلاصي، و100 غرام ديال الزيت، 70 غرام ديال النشا، جوج بيضات، واحد فاني، وخمارة وحدة، قبصة ديال الملح، وطحين حسب الخالص. هنا اختي سناء حاولت باش نعبر يعني بلا غرام، اللي ما عندوش الميزان ولا بالنسبة للزبدة فيها 4 المعالق كبار، سكر كلاصي تقريبا نص زلافة هي 100 غرام، والزيت عندنا فيها كاس مع مرش، ونص زلافة ديال النشا، وجوج بيضات وفاني وخمارة وحدة وقبصة ديال الملح والطحين. بالنسبة للطريقة اختي سناء كيتخدم بحال الصابلي، كنديرو الزبدة كنضيفو عليها السكر، كنخدموها مزيان، من بعد كنضيفو الزيت والبيض والملح والفاني، وفي الأخير كنديرو النواشف حتى كتجمع لينا، ما خاصهاش تجي قاصها. باش نعرفوها تجمعات تنديرو الصبع ديالنا في العجينة، إلا خرج نقي ما لاصقاش فيه العجينة صافي تنحبسو بالدقيق، تنغلفوها بالبلاستيك الغذائي وتنخليوها ترتاح 30 دقيقة في الثلاجة. من بعد كنسرحوها بالمديك ونشكلوها كيف بغينا، المراشم ديال الدراري الصغار نونوس ولا مرشم دائري ولا اللي كان. مفهوم اختي سناء؟ ايه مفهوم. واخا ندوز اختي سناء دابا العجينة ديال الشكلاط. واخا بالنسبة للشكلاط الأسود فيه 300 غرام ديال الشكلاط، أي نوع ماشي ضروري يكون ممتاز. 150 غرام ديال الجليكوز، صافي هادو هما المقادير، 300 غرام ديال الشكلاط و 150 غرام ديال الجليكوز. بالنسبة للطريقة تناخدو الشكلاط تندوبوه في حمام مريم، ملي يدوب تنحيدوه من فوق النار ونضيفو ليه الجليكوز، وحنا كنحركو غير بشوية باش الخليط ديالنا ما يخسرش، تقريبا من التحت للفوق غير بشوية، ما نزربوش في التحراك. ملي نشوفو الخليط ولا كتلة واحدة صافي، تنجيب واحد البلاستيك غذائي تنخلو فيه الخليط ديالنا، تندخلو للثلاجة حتى يجمد تقريبا ساعتين. ملي يجبد ملي كيجمد ما نخافوش منو، كيولي قاس، نبداو نخدموه بيدينا راه تيتطلق وتيولي عجينة عادية، تنسرحوها بالمدلوك تنشكلو بها وريضات واللي بغينا. ايه بالنسبة اختي سناء دابا العجينة ديال الشكلاط الأبيض فيها 250 غرام ديال الشكلاط الأبيض، جوج معالق كبار ديال الجليكوز، وقار الجيلاتين وحدة، وسكر كلاصي سبيسيال تقريبا أنا هزات ليا 150 غرام. ايه هادو هما المقادير. بالنسبة للطريقة تنذوبو الشكلاط الأبيض اللي تيدوب هو فوق النار باقي في حمام مريم، كنضيفو ليه الجليكوز وواحد الورقة ديال الجيلاتين اللي كنكونو فزقناها من قبل في الماء وعصرناها، تنحركوهم صافي غير تيدوب الجيلاتين والجليكوز، تنحيدو من فوق النار وتنبداو نحركو بيدينا حتى كتجمع، تنحيدوها تنخلوها فوق البوطاجي غير تدفى شوية، ونبداو نزيدو ليها سكر كلاصي ونعجنوها بالاصابع ديالنا حتى ما كتبقاش تلصق لينا في يدينا. ايه صافي تنقسموها حسب الاختيار وتلونوها باللون اللي بغينا، تنديروا احمر ولا الغوز ولا هذه، راه كتصلح اختي سناء حتى الصابليات ديال المناسبات ولا هذا، راه كتجي زوينه. ايه فكره الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. وهاد الشكلاط هذا راه تنخدموا به اللي طارت نزوقوا به نديروا ريضات. ايه